مشاهدينا مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم رشيد شو. الحلقة ديال اليوم مشاهدينا عندنا جوج ديال الضيفات وبجوج ممثلات مغربيات تعرفتوا عليهم في مجموعة من الأعمال التلفزية. تلقيتهم في الكواليس وقلت لهم اليوم واش غادي تقروا ولا ما غاديش تقروا؟ قالوا لنا حنا مستعدين أننا نبوحوا بجميع الأسرار وغنتكلموا بصدق وبشفافية. غادي نشوفوا هذا الشيء واش كاين ولا ما كاينش. إن اليوم موجود لهم واحد الأسئلة ما نعاودش لكم. استقبلوا معي بحرارة عفاكم الفنانة مريم باكوش وحسناء مومني. مرحبا بك. حسناء مومني مريم باكوش مرحبا بكم معنا في رشيد شو. شكرا. الله يكبر بك. الله يبارك فيك رشيد. وليلى انا فرحانه اليوم وماما فرحانه اكثر مني حيت قلت لها غادي عند رشيد شو تقول لي اخيرا دوزي مع رشيد. تحيه لها. تحيه كبيره. تحيه لك فين هي الكاميرا؟ تحيه لك ماما. انا دست عند رشيد شو تكونفيرم دابا ياك انني ممثله. الله يخليها لك. حسناء عندك شي تحيه للام ديالك تبغي تقوليها؟ بيان سور. كنحيي ماما وخوتي وعائلتي كامله والجمهور الواسع ديال المغرب تبارك الله فين ما كان. وتحيه استاتيه لانني انا استاتيه. شكون؟ تحيه استاتيه لانني انا استاتيه. وتحيه عبديه لنجد اسفي حيت انا اسفيويه. شتي هذه حلقه ديال العيطه هذه. شتي حلقه حرشه. تحية الناس أسفي والناس عبدة والناس ستات. تحية المغرب كامل من طنجة القويرة. أولا قبل ما نبدأ الحلقة كنبغي نهنئكم لأنه زاد عندكم وليد وبنية. أنت زاد عندك بنية ولا وليد؟ بنيتها. بنيتها شنو سميتها؟ ماسيليا. وأنت؟ أنا زاد عندي عثمان. هادشي جديد هادشي؟ لا لا مش جديد. شنو اللي جديد؟ هاد الزيادة هذه. الزيادة أنا باقا نفيسة هي شوية. شوف أنا أول ايوا اول خرجه ندير معكم الصواب. ميرسي ميرسي. اولي انا هذه درتها فقط باش نحيد هذه الصوره. يقولوا رشيد شو ما فيش صواب وما كيتهلاش في الضيوف ديالو. والله يا ودي شكون قال هذا الكلام؟ ايوا ما نعرف. رسول الله إلاج إلاج سيدنا محمد الله معاش العلي. ولاحظت بأنكم اقتسمتوا هذه التجربة مع الجمهور ديالكم مع المتابعين ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي. كنظن أنت حسناء شافوا الصور ديالك قبل ما تولدي ياك ولا لا؟ قبل ما نولد انايا صراحه كنت كنعيش التجربه ديالي ديال الحمل العاديه واختاريت انني نكمل يعني المشوار الفني ديالي. دايوغ كنت كندير الجولات المسرحيه ديالي ما وقفتهمش. كانت عندي 8 شهور وكنت لعبت في المهرجان الوطني للمسرح هذا العام. وايضا ما لعبت بها عادي حيت المراه الحامل بالعكس قد ما خرجت وعاشت مزيان وتحركات كل ما كان افضل بالصحه ديالها. بالصحه ديالها بيان سور. دونك هذا الشيء اللي كاين. ولكن امتى عرف الجمهور المغربي في مهرجان الدولي للفيلم بمراكش تما فين عرف عرفوها بزاف الناس. نعم. وانت مريم قدرتي انك تشتغلي في الفترة الحمل ديالك ولا لا؟ انا اشتغلت حتى الشهر الخامس. كنت كنقدم يعني ماشي في التمثيل في التقديم يعني كنقدم مهرجانات ولا دي زيفينمون
وصورت ان كليب مع شاب يونس. كان ديك الساعات عندي بريسك 5 موا، كان شويه كتبان كريشه ما كتبانش بزاف، مي ابخي فاش بدات كتبان الكرش وداكشي فسيتي با سورتو يعني في التمثيل ما صعيب انك تخدم بالكرش ديالك باينه. كنت غنصور ان تيليفيلم وانا عندي بريسك غندير 8 شهور، ولكن كان المخرج كان يعني بغى يادابتي لو بيرسوناج على اون فام انسانت، غير هو كان تاجل فصافي جات من الخير. انا كنت في بديت كانت قاليتو ف فوالا خدمت شويه. مهم بالنسبه لكم ان الفنان يقتسم حياته الشخصيه مع الجمهور ولا لا؟ بالنسبه لكم هذه المساله مهمه ولا لا؟ شوف لا على حساب الصراحه، احنا هي كتبغي تفرح مع الناس سي نورمال، يعني كاينين شي حوايج اللي كيما كيوقعوش لك في حياتك دائما، فملي كيوقعوا لك كتبغي تقاسمهم مع الناس. انا مثلا في لوكا ديالي يعني ما علنتش على الحمل ديالي حتى ولدت، وجاوني جيستمون بزاف ديال يعني كاين اللي تفهم الوضع وكاين اللي جاوني انتقادات كيقول لك زعما علاش حتى ولدتي عاد قلتيها لنا واش خايفه منا خايفه من العين. انا على راسي ما كنخافش على راسي، زعما حنا طونك اوني يعني حنا دي بيرسوناج بوبليك، يعني راك متعرض لانك يعني تبان تهضر على حياتك، صافي بارتي من 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 الخدمه ديالك. ولكن كاين اللي كيخبي ما كيبغيش يبين حياته الشخصيه، ولا سيرتو مساله ديال الاولاد مثلا، كاين اللي ما كيبغيش يبين ولادو في مواقع التواصل الاجتماعي. الوجاد والدي حاليا كنقول ما بغيتوش يبان، ولكن الاعلان على انك زعما انا فضلت نخلي فتره الحمل تدوز بسلام، لان سي ما بروميير فوا كنت متخوفه. نعم. ماشي انا بوحدي اللي كنقرر، يعني كاين الاب ديالو، يعني ماشي شي حاجه كتكون خاصه بيا انا كنقررها راسي. وملي ولدت راني ديك الفرحه بغيت نبارطاجيها مع الناس. نعم. بغيت نبارطاجي معاهم يعني كيفاش دوزت فتره الحمل ديالي، شنو كنت كندير، لو سبور، اليوغا، شنو درت في الخدمه، شنو درت في حتى دوك التحضيرات يعني السابع البيبي شاور، بغيت نبارطاجي مع هاد الناس هذا الشيء حيت فرحانه به. بيبي شاور ما كرهتش بيبي شاور جديده على المجتمع ديالنا. شنو هي بيبي شاور حسنا التقليديه؟ شنو هي؟ هي السابع. هي السابع. نورمالمون لا فام هي السابع في الحمل ماشي السابع في الولاده. سبع شهر هذيك سبع شهور الحباله. المراه المغربيه كانت ملي كتوصل للسابع لسبع شهور كيديروا لها حنينه، كيديروا لها كتصور، كتلبس كيشيطه مغربيه، وهذا هادو هما التقاليد ديالنا. باقي محافظين على التقاليد. لا ولكن البيبي شاور يعني هو كشف الجنين، كيدار يعني في ديك ربع شهور، فهذا يعني فاش كيبان الجنين. انا ما درتوش في ربع شهور، درتو بلوطاغ. درتوا هذه القضيه هذه؟ انا درتهم بجوج، درت السابعه الحنه ودرت الكشف الجنين البيبي شاور. انا ما درت لا بيبي شاور لا كشف الجنين لا والو، كنت كنعيش عادي جدا بحال الا كاع ما حامله. شنو عندك؟ لا قال لي الميدسا شنو عندي. وخبيتها على الجمهور. خبيتها. لا شوف نقول لك واحد الحاجه زعما سيريوز، درتي هذاك الشيء ديال النفاخات؟ هادو زرقين هادو غوز النفاخات. شوف انا درت كاع داكشي اللي في خاطري نديرو حيت هذه لا بروميير غوسيز ديالي وكنت فرحانه بها، وفي نفس الوقت قلت لك كاين واحد التخوف ما كتعرفش واش غيتكمل المغرب، ما عرفتش كاين. شوف انا واحد الانسانه يمكن بكثرت ما تقمعت في شي حوايج في حياتي وليت كنخاف، كنخاف ماشي كنخاف من الناس ولا كنخاف من العين، مي كنقول خليتها تكمل الحاجه تتكمل ويسهل فيها الله، وديك الساعات نفرحوا بها حيت راه ضروري كتبغي تفرح مع الناس، وعارف الناس كيبغيوك وغيفرحوا لك وغيفرحوا معك، غير هو ماشي كلشي غيفرح لك وغيفرح معك بوغ اتر اونيت. انت حسنا ضد انك تبيني مثلا ولادك من بعد في مواقع التواصل الاجتماعي ولا ما عندكش مشكل؟ لا انا المساله كتبقى زعما مساله اختياريه، انا ما ضد، لان انا احترم الراي ديال الناس كاملين. كاين الناس اللي كيبغيو يبينوا وليداتهم ويعيشوا حياتهم الطبيعيه، وكاينين الناس اللي ما كيبينوهمش، وانا ما كنظنش، انا شخصيا ما عنديش داك زعما تخوف نخاف ما نبينش ولادي ولا هذا، غير كل حاجه كتجي في وقتها. بحال انا منين كنت عرفت راسي حامله وداك الشيء فضلت واختاريت انني نعيش حياتي الطبيعيه كيف ما مولفه، نمثل، نخرج، ناخذ قهوه ديالي، نستمتع بالاوقات ديالي بحال الحياه العاديه ديالي. غادي نتكلم على واحد العمل الان اللي كان جمعكم بجوج، كنعتقد سنه 2018 ولا 19. سميتو لا ورده لحنان. لا ورده لحنان. لا ورده هي كاع الورود. كاع الورود لحنان. عطيناكم الورود الان ماشي مشكل. شكرا. لا ورده لحنان هو اول عمل يمكن كيجمعكم بجوج،
وكان اول عمل واخر عمل. شوف انا وحسنا كنتعرفوا زعما انا كنعرف حسنا من شحال هادي، ولكن يعني حتى جمعنا هذا العمل هو الوحيد اللي يمكن خدمناه فيه، ولكن يعني كنتلاقى وكتجمعنا زماله كنتعرفوا، غير هو العمل الوحيد اللي جمعنا كان هو ورده لحنان. علاش كان كيهضر العمل حسنا الناس اللي ما تبعوش؟ العمل كيعالج بزاف ديال التيمات اللي كيعانيو منهم المغاربه في المجتمع المغربي حاليا، خصوصا المراه، لان المراه بطبيعتها جنس حساس، والمراه دائما كيتسلطوا عليها بعض الاضواء، لان المراه هي ركيزه المجتمع، والمراه مهم اننا نطرقوا لبعض المواضيع اللي كيخصوها. نعم. وفيلم لا ورده لحنان هو فيلم كيعالج بحال اللي قلت لك تيمات، اللي تيمة التحرش، تيمة بزاف ديال التيمات اللي هما مهمين وكانوا مزيانين ولقاو تجاوب مع الجمهور المغربي. نعم. وسورتو سلط الضوء على لان البيرسوناج اللي كنت شخص ليه هو شخصيه ديال حنان، كانت واحد السيده اللي توفى لها راجلها اللي كان كيسوق طاكسي، وابخي بدينا كنشوفوا يعني كيفاش كانت مرتاحه مع بنيتها كتربيها جالسه في دارها ترونكي، فمن بعد كتضطر انها تخرج يعني لسوق الشغل، وكتضطر انها كتلقى ناس يعني كما كنعرفوا كتولي هي تسوق طاكسي، امراه مطلقه ولا امراه رمما لها كتعرض للتحرش، كتعرض للاضطهاد، كتعرض للحقره، كتعرض لبزاف ديال الحوايج، وكنشوفوا يعني ان ديك النهايه السعيده في الاخر ان حنان يعني كنقولوا حرفه بوك لا يغلبوك، هي خدات حرفه رجلها ودارت البيرمي ديال الطاكسي ولات كتسوق طاكسي وخدامه على راسها وعلى بنتها. انا غنعطيكم بعد الاشياء ولا الظواهر اللي كنعيشوها في المجتمع ديالنا، وقول لي انتم واش عشتوها ولا ما عشتوهاش. اوكي. الحقره عشتها. تقدروا نفصلوا اكثر؟ شوف الحقره ما نكذبش عليك، ما عشتها في الميدان الفني في الخدمه بوغ اتر اونيت، يعني كنظن في اللي في حياتي الشخصيه زعما كنقدر يعني كنقدر انا يعني نحدد مع من غادي نتعامل، لكن في الحياه العمليه في الخدمه ماشي دائما كتعامل مع الناس اللي كتبغي تتعامل معاهم، فاكيد بعض المرات كتضطر تتعامل مع ناس اللي ما كيبغيوكش ولا عندهم مشكل معاك وانت ما عارفش ولا ما فاهمش، وكت يعني كتعرض لواحد النوع ديال الاضطهاد ولا ديال الحقره، وانا عشت هذا الشيء. حسنا بالنسبه لي بحال اللي قالت مريم، الحقره ممكن انك تحقر بطريقه او باخرى، فمثلا الميدان الفني انا كيبان لي فيه حقره، لان الحقره فين كتبان لي؟ كتبان لي في عدم تكافؤ الفرص، كتبان لي في بعض الاحيان الناس كيبقاو يخدموا بليلوبي، وهذا الشيء ما خصوش يكون في الميدان الفني. نعم. هو كاين في جل الميادين باش ما نكذبوش على بعضياتنا وعلى الناس، ولكن كيجيني عيب وحشومه انه يكون في الميدان الفني، لاننا حنا كنهضروا على واحد الحاجه اللي هي ساميه. نعم. كنهضروا على الفن، خاص الانسان يكون راقي في تصرفاته وفي افعاله في ويعطي ليكزامبل، يعطي ليكزامبل ويكون يكون مثال وقدوه. نعم. وحتى شي حد ما خصو يتحقر في الميدان الفني. نعم. تحد من الظواهر اللي تكلم عليها ايضا الفيلم، ظاهره ديال التحرش. واش عشتوا هذه الظاهره هذه؟ عشتوا؟ انا ما عشتش التحرش صراحه. شوف ما غاديش نكذب عليك، كنظن بان ما كاينش شي مره ما تعرضتش للتحرش بطريقه مباشره او بطريقه غير مباشره. تعرضت للتحرش يعني بطريقه غير مباشره، ولكن ملي كتكون انت يا كامره كتحترمي راسك وكتعرفي عندك لي زوتي باش كتعرفي تدافعي على راسك وباش كتصدي يعني الطرف الاخر، فكنظن باللي غدوز، حيت كنقول بان اي واحد ما يمكنش تدخل في العقليات ديال الناس، فاي واحد من حقه هو يحاول، وانت ديك الساعات من حقك كتعرف كيفاش توقفوا عند حده. دائرة ديال الاقصاء تعرضتوا لها ولا لا؟ الاقصاء انا تعرضت للاقصاء، ولكن بالعكس الاقصاء دائما بالنسبه لي محفز، لان في بعض الاحيان حيت الاقصاء دائما حنا نهضروا غير على مثلا غير على الخدمه وعلى الميدان ديالنا،
الاقصاء كنشوف مثلا في بعض الاحيان كنجي لشي عمل وكنلقى مثلا ممثلات وممثلين اللي مكونين عندهم تكوين وما كنهضرش هنا التكوين الاكاديمي بالضبط، كاين تكوين اخرى، كاين معاهد ديال المسرح، كاين ورشات، كاين بزاف ديال الحوايج، وكنلقى ناس اللي هما ما مكونينش وما عندهم حتى شي موهبه يحظون بأهمية وبأدوار أكبر من الناس اللي عندهم تجارب وراكم تجارب وعندهم خبرة في الميدان وناس اللي عندهم تكوين. وهنا كان ما كيعجبنيش الحال وهنا كنحس بالإقصاء. شنو السبب ديال هادشي اللي قالت حسنا في نظرك؟ انا اللي بغيت نقول لك هو الاقصاء بعض المرات كيكون يعني مقصود وبعض المرات ما كيكونش مقصود، لان جوستمون الميدان الفني راه ما فيهش، فيه اليوم انت كاين وغدا ما كاينش، غدا غيجي واحد اخر وغدا غادي تموت انت وغيبان واحد اخر، وهذه هذا هو الميدان الفني. وخصك الا بغيتي تكون مرتاح وما تمرضش نفسيا خصك تقبل انك راك تقدر واحد الوقيته تنسى او تقصى، وواحد الوقيته يعني يكون عندك غوتور ويكون غوتور قوي، فخصك تخدم على راسك بعدا على على النفسيه ديالك انك يعني تقبل انك الوقيته اللي غادي تكون مقصي ما غاديش نبقى انا كنبكي وكنقول واه قصوني علاش انا هذاك انا احسن من الاخر ولا انا نقدر الفو اكسبت هذا الشيء كاين. فهذه شويه كتجي قاصحه، كاين بعض الفنان اللي ما كيتقبلش الا تنسى واحد شويه ولا تقصى. غادي نشوفوا الان قبل ما نكملوا معكم هذا الحوار الشيق هذا، كيفاش تكون في هذا الشيق؟ زوين. غادي نشوفوا الان ان بورتري ديالك حسنه وديال مريم، نشوفوهم حالا ونعاودوا نتلاقاو معكم. مرحبا. هادي حسنه مؤمني قليله الظهور، ماشي من داك النوع دهانة شوفني. واخا ما بغيتش نبدا بالبكا مي يعني جاوني البكا دابا. قرات المسرح ودارت السينما وما عزيزش عليها النميمه. لعبت عزيز عليها الجمعيه مع الحباب وما عرفتش شنو كيجي هي ونسى الرقاب. راجل ينعم سيدي. مسؤوله وماشي شي خفيفه ولا بهلوله. نقدر نقول لك انسانه ثقيله. كل مره تبدل الشعر، مره كحل مره زعر. عاد جاتني مسكونه. تقول لها السلام تبكي وتزيد معاها الهضره تبدا تشكي. ما خداماش جالسه في الدار حالها متزوجه. عمرها دارت التجميل وكتموت على المواويل. عطيني صاكي باغا ماكي. معروفه عليها صباره ولكن راه مغياره ويلا قالوا مغياره. دخلنا عليك بالله واش ما عندك لا شغل لا مشغله. حادقه وكطيب بالقانه وعادي راها فنانه. كيجيني بعض المرات شي حالات ويلا تعصبت تهرب ولا راه غتبدا تسب. سير الله يلقاني كنسخط الوالدين. حسنا رايك في هذا البورتري هذا؟ رائع جدا والله. شوف كتموتي بالدعكوه خدام فريمون. اللي صايبوا الله يعطيه الصحه والله. تحيه للفريق العمل تفقت عليهم فريمون. شنو اللي عجبك اكثر؟ عجبني كيفاش يعني نسقوا ما بين شخصيتي انا وما بين الشخصيات اللي كنادي. نعم برافو عليهم. وقالوا شي حوايج في شخصيتك اللي كتادي واش كاينين فيك ولا ما كاينينش؟ مغياره نيت؟ شويه. باين هذيك شويه باينه. غادي نشوفوا الان لو بورتري ديال مريم باكوش. هادي مريم باكوش تقول ليها يلاه نسافروا نجمع الشاكوش. 13 عام وهي في الدومين وتحلف عليها الى فينومين. والله العظيم ما كاينه شي حاجه من الهضره، راه عاودوا لك داكشي اللي بغاو. بروفيل ديال دكتوره وكانوا مسميين عليها سنفوره مسفيويه ودغيا كتقلب ليها النفسيه. ماشي انا نطلع لبرا. سيبني. هي ماشي ماديه بزاف ديال الفلوس. واقيلا غير شويه. خصني نقول لك واحد جوج كلمات الله يعطيك السر. سيري بدلي ساعه اخرى، انا هادشي الحمامات ديالك راه ما عنديش معاها. فايته فيها صحفيه وما عندهاش مع النرجسيه وكتسيف ملي كتلبس اللبسه ديال المحاميه. كما سبق وقلت لمحكمتكم الموقره ما يمكنش نقبلوا هذا النوع من الشهادات عبر الهاتف. خدمات اوتيس داكي وحسيت باللي عزيزه عليها ميفو. طبيعي عندها الزين وكتخاف من العين. بيتوتيه وفضوليه وتقدر تطلق عليك شي سلوكيه. هايه كتموت على الحديد. اختها غير تسلخني اخويا رشيد. كيفاش غنسلخها؟ ماني انا مسطيه غنسلخها. مريم كيف جاك لو بورتري؟ زوين غير هو قالت واحد شنو هي ديك قالت لك انت ماشي نرجسيه ولكن نرجسيه وعزيز عليا سلوكيه. شحال سلوكيه زعما مجازيا كتقول لك زعما كتكذبي مره كاملين كنكذبوا مره ما يمكنش ما تكذبش زعما
شوف انا بصح والله ما عزيزش عليا الكذوب، بصح الناس اللي كيعرفوني مزيان بصح ما عزيزش عليا الكذوب، ولكن راه ضروري مره في الحياه شي كذبات بيضين زعما. هادشي اللي قالت صح اللي كاين، ولكن ماشي شي سلوكيه راه كتعني بانك كذاب من درجه فارس. نساو ما قالوش واحد القضيه على حسناء، هي انها شي وقيته كانت دارت شي فرقه المشاحات. انا راه سبع سمايع ورزق ضايع، كتعرف هذا المثال؟ عرفتها. وشحال من صناعه درتي؟ درتي المسرح والتلفزيون والسينما والمشاحات، درتي الكتابه، كتبتي شي شويه، شنو درتي؟ انا عندي اربعه دابا، والمشاحات زيدي. والمشاحات اها، باقي لك جوج باش تكملي سبعه. بلاتي نتفكر. بعتي شي حاجه في الصغر قالوا لي؟ درتي شي حاجه؟ انا كنت كنخدم فاش كنت صغيره. فاش خدمتي؟ انا كنت دائما، هذه مساله مهمه خاصه الوليدات والجمهور انهم يعرفوها، انا كنت دائما في العطله الصيفيه هذيك ديال 3 شهور ما كنمشي لا نتبحر لا نصيف لا والو، كنت دائما كندير لي بتي بولو باش ناخذ الفلوس باش نعول على راسي، باش نقول لمي بارون الوالد ديالي ما يشريو لي حتى شي حاجه، نشري كتوبه ونكسي راسي براسي بوحدي. تبارك الله عليك. والله شحال كان عندك من عام؟ منين زعما منين وليت كان من تقريبا نقول لك 15-16 سنه كندير لي بتي بول. بحال شنو الخدمات اللي خدمتي؟ بحال مثلا كنت كنمشي لي غراند سيرفاس كنكون انيماتريس، بحال لا كنسمعك وحق الله كان كيجي في ستات لافواغ هذاك اللي فيه السيرك وفيه لي ستوند ديال لي مارك وداك الشيء، كنت كنقطع لي تيكي في الباب. يعني كنتي كتخرجي راسك من بعد تخدمي؟ كنت كنخرج راسي وكنت كناخذ مصروف زعما اللي مصروف لا يستهان به، زعما مقدار ديال الفلوس اللي كنت كنتكسب بها كنشري بها الكتوبه، وكيكون عاجبني الحال شريت سمارت فون قبل ما يبان بزاف. كتباني علينا دابا ولا كنعيق علينا؟ مزيان تبارك الله عليك. غالبا كنلقاو رجال هما اللي كيديروا هاد المهن ولا هاد الخدمه اللي كتكون خصوصا باش يعاونوا دارهم، مزيان نشوف مراه كتقوم بهذا الشيء هذا. انا درتها. ومريم خدمتي شي خدامي من غير الفن؟ خدمت بزاف. شنو درتي؟ خدمت بزاف. انا ديجا جيت لكازا، يعني انا بنت اسفي وجيت لكازا من مورا الباك ديالي باش نقرا، انا ما جيتش قريت يعني الفن من الاول. انا في الاول كندير لا جيستيون اوتوليير توريستيك ودرت الفورماسيون اوتيس دو لير، وكنت كنقرا في الصباح وكنخرج حتى لديك الاربعه ثلاثه وكنخدم حتى الليل. فاش كنت خدمت في لا ريستوراسيون، خدمت في لو سيرفيس، خدمت كاوتيس داكوي. شنو خدمت في لا ريستوراسيون؟ شنو كنتي كديري بالضبط؟ درت سيرفيس. كنتي كتسربي؟ كنت كنسربي. حيت اون فيت ليكول كانت كتفرض عليك دير ان ستاج، وانا قلت علاش غنمشي ندير ان ستاج وفي الاخر نضربوا عليا تماره ما يخلصوني ما والو، قلت اجي نقلب على ندبر على خدمه ونخلص او ميم طون ناخذ اتيستاسيون. مزيان. فوالا بديت في الاول درت لاكوي. خدمتي كتسربي؟ درت لاكوي، سربيت، جيريت جما كنت جيرونت ديال اون سال، كنت كندير هذوك لي بتيت جوب ديال عرفتي دوك فاش كتكون واحد لا مارك وكدير لها الاشهار، كتلبس ديك لا توني وكدير لها الاشهار بلا ما نقول شناهي بلا ما نقول زعما شنو هو المنتوج. فوالا كنت يعني خدمت بزاف ديال الحوايج لا فيغيتي زعما. مزيان. وحسنا نرجع معك للمساله ديال الغناء والمشاحات وداك الشيء، هي ما قال لك راسك زعما؟ كنتي جالسه قلتي اجي نوض واجي نقول لك دابا انت قدام هذا الجمهور الزوين قدام مريم الطاقم ديالك زيدي انت قالوا لي كتغني جورج واسوفوار. كيفاش غادي انا عارفه كيضرب العود عرفتي شنو؟ الا غنيتي لي اليوم انت ومريم العيطه نغني لكم جورج واسوفوار. العيطه كلها نسمعوا العيطة؟ يلا. أيوة. إيلي إيلي مال حبيبي مالو عليا الله يداوي الحال حبيبي، إيلي إيلي الله ينصركم ويا صحاب سيدي لا حيلة لا سباب حبيبي. Ha ha ha!
هي 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 كل شيء عليها. كي درتي ليها؟ قالوا لي لعبتي مثلتي شيخه شحال من مره؟ شحال من مره لعبت شيخه في المسلسل ديال يتيمه من اخراج محمد نصرات. لعبت ديو انا وسعديه لديب اللي كنقدم لهم تحيه من هنا. كان مسلسل رائع والديو ديالي انا وسعديه لقى واحد الاقبال واحد النجاح رائع جدا. ولعبت شيخه في مسرحيه الرهوط واللي كنت خديت بها جائزه احسن تشخيص اناث في مهرجان الربيع. العنوان الرهوط. الرهوط هذا العنوان المسرحيه. الرهوط تتقلبوا على شي عناوين. هما اللي كيكتبوا. اذا فايت لعبت هذا الدور هذا. هذا علاش لقيتي سهوله وكنتي كتغني في المسرح كنظن؟ لا كنا لا كنت كنغني بلاي باك في المسرح. لا في لا كنهضر على المسرحيه. المسرحيه لا ما كناش كنغنيو صراحه. كانت شيخه صامته. شيخه صامته كانت هربانه. اذا دابا الدور ديالك. الدور ديالي. تفضل. ماشي العيطة ياك. لا جورج واسو. يلا نديرو لو نويت تنسى اللي فات. عرفتيهم هذيك الوردة رشيد مع الوردة. ياك. جات هي هذيك. يا حبايبي وتحية للجمهور الكريم. تحية لأحلى جمهور في رشيد شو. يا حبايبي. لو نويت تنسى اللي فات واللي كان والذكريات، لو نويت تنسى اللي فات واللي كان والذكريات وانه غيري خد مكاني وانه قلبك مش عشاني وانه غيري خد مكاني وانه قلبك مش عشاني ليه تفكرني بكلامك طب ما تهجر من سكان. يا حبيبي شكرا. الله. شكرا لكم. كيف جيتكم؟ برافو عليك. تبارك الله عليك. مزيان؟ جمهور؟ المهم جبت المعلومة صحيحة. برافو عليك. أنتم عارف تبارك الله أنتم عندكم مواهب كثيرة. مريم مخبية علينا شي موهبة ما عرفيناش. أنا كنغني في الاستوديو. كنغني في الاستوديو. فين؟ ولا في الدوش ياك؟ ولا في الدوش. مريم وحسناء غنعطيكم الآن واحد التحدي. تحدي سبيسيال. فيه الارتجال لأن بجوجكم درتوا المسرح. أنت خريجة ديال المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي. وكذلك مريم دارت تكوين في المسرح في الكونسيرفاتوار ناسيونال دار دراماتيك ودارت المسرح باللغه الفرنسيه. نعم هادشي علاش نعطيكم تحدي الارتجال. غتمشيو للمسرح شو في هذا المسرح هذا غادي تشوفوا واحد لي زيماج تصور. هادو لي زيماج عندهم علاقه بدي ريجيون في المغرب. غادي تحاولوا ديروا واحد الحوار مرتجل بيناتكم وفيما كتبدل الخلفيه خاصكم تبدلوا اللكنه اللهجه واللهجه ديال هذه المنطقه اللي غتشوفوها في الصوره. متفقين؟ متفقين. يلا نشوف هادشي كامل بعد الفاصل. ويلي 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 كي جيتي تيتي زاد تحمقي. ربي يخليك واش هذا جامع الفنا؟ تا تهبلي بعدا انت قبل ما واش هذا رشيد العلالي؟ قبل ما نهضروا على رشيد العلالي ودي خليني ربي خليني ندير لك هو تما في ذاك الكرسي وخليني ندير لك شويه الكومبليمون. واش هذا الجمهور المغربي؟ واه 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 وراو عليها شي وراو عليها شي دقه مراكشيه. اش بيتي؟ بيتو واللي ما بيتي ما بيتو. هذا المنطقه دكادير ازول في اللون. اكادير يفولكي الحال.
انا راه كنعرف نقول راه زون في اللون، ولكن شوف كتعجبني كيف كنمشي لا قادر وكنتلقى فاطمه وتنتلقى فعلي وتيتبوا فينا. كيعجبوني كيعجبوني الشلوح والامازيغ وبغيت نوجه لهم تحيه كبيره، وحنا غير كنقلدوهم شويه والناس الكرم. وبصح حنا كنمشيو لاكادير، زعما انا كنمشي اكادير بزاف، والناس ديال اكادير ناس الجود والكرم، وتحيه للمغاربه كاملين. ايوا انا راه قلت لك حدي ازول في اللون. من زاكين واش ماش نقول لك يا حبيبه قلبي؟ قولي 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 ما تحشميش. عرفتي اشنو سيد الغالي شي قال لي واحد الشكت لا 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 من هنا حتى لهنا كات حمى. عطي ما نقول لك شي انت ما شرا لك والو. واش رالي محمد واحد خويت ما هايدا هنا اللي كندير في الصبر. ايوا قول له ياخذ لك شي مضمه، ويلي قول لك شي ياخذ لك شي مضمه هايدا قد هكا عامله. شو انا خدالي تشو شوف اختي شرشرني بالذهوبات. ايوا حتى انتينا خاصو ياخذ لك. اسمح لي ما كيتهلاش فيك. لا لا اسمح لي ما كيتهلاش فيك. هذه الصحراء المغربية. تحيه لصحراءنا المغربيه. السلام عليكم. وني بيك. وني بيك. وانت اي قبيله؟ انا من قبيله الجماله. انا قبيلتنا الشرفاء. تعرف أيهم؟ أيهم أولاد بن سبع، أولاد الحاج بن دميس. نحن الساقية الحمراء. نعرف الساقية الحمراء أولاد عب وحداها. تعرف الساقية الحمراء؟ يقولي القدرة تعرفي القدرة. تشرب تشرب لبن الناقة. إيه نشرب لبن الناقة. وتيي تيي تيي. إيه نبغي تيي. أنا نبغي تيي. الحمد لله الحمد لله. والصحراء مغربية وتبقى مغربية. هادي شو العيلة؟ شو انا ما نضربك ما نجرجرك ماش نغرغر لك الدواء تلفر في ذقنك. دم تبقى دم تيبس وما تجي الجروه ديالي تهرشك. انت هنا بغيتي تجي وتجرجرني قدام الجمهور المغربي قدام رشيد شو؟ ايوا وتمتق روحك مربط الهمه وقبط في الطهر البهيمه لا تلف والساره وعليك العائله. ياك العائله. ايوا واش ماشي نقول لك انا نمشي نروح نقولها ليما وتجي تشدك من داك الشعكوكه وتحطك في الارض وتشتف عليك هيدا. انت نقولها ليما كنا نقولها لبابا. يما يما قولها ليما قولها ليما كنا نقولها لبابا. خويتي خويتي على سطات يا سطات بلادي الحبيبه. تحيه للناس ديال سطات. سطاتي سطي وبرشي ديداوي. انا بغيت نعرف واحد القضيه. انت جينا حنا جابنا عند رشيد شو خويت؟ واختي جينا عند رشيد شو ونشوفوا الجمهور ونتلاقاو معاه وندويو معاه شويه. انا نبغي الجمهور المغربي، نبغي الفرقه الموسيقيه. ونبغيكم ونمرحوا عليكم. نشط 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 ملي كتكون الموسيقى يا ودي. ايه ونبغي والنشاط هو شاط. ونبدا نغزل 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 مراود يضروني الا ما سمعتش العيطه. اي قول لهم عطيونا عليها واحد العيوط واحد العيطه. اي اي زلالك اخويا وما شفتش الدخاخر. ايوا شناصر. برافو. برافو. معني مثلكم هذه رحله في ربع المملكه في بعض المناطق، كاين ايضا مناطق اخرين تبارك الله. لان الثقافه المغربيه والتنوع اللي عندنا في المغرب غني جدا، غني باللهجات طبعا بالثقافات بالاعراف ديالنا. فين ما كتمشي لشي منطقه مغربيه كتحس براسك كتفوت يعني واحد 100 كيلومتر كتلقى لهجه مختلفه، كتلقى تراث مختلف. فالحمد لله المغرب ديالنا غني، وحنا دائما كنعتزوا بالمغرب ديالنا وبالثقافه ديالنا. تحيه لجميع المغاربه فين ما كانوا اللي كيشوفونا في المغرب وخارج المغرب ايضا. غادي نسولكم الان على شي حوايج تقولوا لي واش درتوهم ولا ما درتوهمش. بغيت تحصلنا نحصلكم. واجدين؟ واجدين. الله درتها ما درتهاش؟ درتها ولا ما درتهاش؟ اها يلا يلا. واش سبق لكم اتصلتوا بشي مخرج باش تعرضوا عليه الخدمات ديالكم؟ قول لي السلام عليكم معك فلانه بغيتك تفكرني في شي عمل الى عندك وهذا. واش سبق درتوا هذه القضيه؟ مريم كانت
نتردى شي شويه. لا كنت كنقلب كنشوف فين هي درتها وفين هي ما درتهاش. ما عمرك درتيها؟ لا انا ما عمرني ما درتها. و نقدر نعقب على هذه المساله. اولا ما كنديرهاش نظرا لسبب بسيط، هو كنقول ارزاق بيد الله. ثاني حاجه اللي يعني ممثل وعنده كفاءه ان جو غادي ياخذ حقه، سواء عيطوا لي زعما دابا ولا ما عيطوش ليه. الاساسي في الامر هو الانسان يتشبت بالحلم ديالو، يزيد القدام ونعم للكرامه ولا للدل. انا نقدر نعقب على هذا الموضوع. هي في اي ميدان ماشي عيب انك تعرض خدماتك، لان هذه صافي بارت، هذه خدمتك اللي يعني كتاخذ منها كتاكل منها طرفه الخبز. ماشي عيب انك بحال اللي كتمشي تاخذ سي في وكتمشي لواحد الشركه وكتدفع. حنا كفنانه ما يمكنش تمشي تاخذ سي في وتمشي لبواط دو برودكسيون وتدفع، ولا كاين الكاستينغ. مي مالوغوزمون الفنان ملي كيوصل لواحد ان سيغتان نيفو ما كيبقاش يتعيط ليه الكاستينغ، يعني هي كيتصل بشركه الانتاج ديريكتومون ولا المخرج ديريكتومون. انا كنشوف بان هي ما فيهاش عيب الا مثلا قلتي انني انا راني ديسپونيبل الى، يعني ما فيهاش عيب. ولكن المشكل ان هي كتخاد بطريقه ماشي زوينه، يعني ما فيهاش ما زويناش الكرامه الفنان. فسي بوغ سا كتفضل انه واخا ما يكونش عندك فرص تصبر. انا غنسول سؤال دابا لكل وحده فيكم، هو تقريبا السؤال غادي في نفس السياق. واش حسنا مؤمني عمرها استغلات الزواج ديالها بمخرج باش يتوسط ليها في شي عمل؟ ومريم واش استعملت الوساطه في انها تخدم في شي عمل؟ واش عمرك دخل لك شي حد؟ سؤال لكم بجوج. واش عمرني دخل لي شي حد؟ انت ما درتيهاش وانت درتيها. درتها يعني ماشي دخل لي شي حد جونغ انا طلبت، يعني كاين شي حد مثلا كيبروبوزيك كيكون مامن بيك ولا كيشوف يعني انك مناسبه لواحد البيرسوناج. لا واش شي حد انت هضرتي معاه ودخل لك؟ لا ما هضرتش مع شي حد ودخل لي. ما غاديش نكذب عليك الا قلت لك لا انا ما عمرني ما دخل لي شي حد. كاين بارفوا شي حد اللي كما كاينين اصحاب الحسنات اللي كيهرسوك وكيحيدوا لك بلاصتك، كيف ما كاينين ناس كيامن بيك وكيبروبوزيك في شي عمل وانت كتكون كتستحق يعني هذاك العمل اللي هو معروض، فعلاش لا؟ واش سبق لكم رفضتوا شي عمل لانكم لقيتوا شي حد في الكاستينغ ما عندكمش معاه؟ لا ما درتهاش. ما درتهاش اوكي. واش سبق لك شي مره سرقتي شي حاجه؟ سؤال لكم بجوج. سرقت بجوجكم. ونكذب وعاودوا لي دابا على ناري. عرفتي انا شحال سرقت لختي حوايجها مسكين. الله يسمح لي منها وحق الله. سرقتي لها؟ هذه ماشي سرقه، هذه عاديه. لا سرقه ما كاينش، كانت كتبعني باش تاخذ لهالدرجه. اختي كانت هي الاخت الصغرى ولا اختي كبر مني وكنا كنقراو وهي كانت كتشري الحوايج زوينين وداك الشيء وانا كيعجبني نلبسهم ليها وهي ما كانتش كتبغيني نلبسهم ليها. وكنت دائما عرفتي كنبقى حتى كتخرج كنمشي بلاكار كناخذ الحوايج كنلبسهم وكنخرج. دائما. مريم انت؟ انا كنسرق الحلوى. كنسرق الحلوى لجداتي والماما من السطل. ما كاينش شي انا سمعت سرقه تخيلت شي حاجه. شي حاجه شي سارقه. لا ماشي شي سارقه، ما كنت يعني كنسرقوا والدينا الصراحه. الشفيرات هكا خفاف. واش عمركم تسببتوا في شي مشكل وبسبب الخوف ولا هذا سبيتوها في شي حد اخر؟ كاين اللي كيدير هاد القضيه هادي. ناري درتها. انا درتها صراحه والله. اش درت؟ كنت كنقرا في الكوليج وكنت مشاغبه الله يسمح لي. مشاغبه. انت كتقري مزيان ومشاغبه؟ كنت كنقرا مزيان ومشاغبه. وفي كنا كنقراو الفيزيك وكنا في القسم في الجناح العلمي كيكونوا هذوك لي هذا واللور كاينين واحد البوطات فيهم الغاز كبارين طوال. الناس جالسين كيقراو الاستاذ كيشرح في السبوره وانا قال لي راسي نوضي حلي داك القرعه. حليته وبدات كيتسمع تس ديال الغاز.
داك كيتسمع كيتسمع والتلاميذ اللي معايا كلشي بداو كيغوتوا العافيه العافيه ومره واخا ما شافوا العافيه لا والو بغاو غير يخرجوا خرجوا هما والاساتذه اللي في جناح العلمي كلهم العافيه البوطه خرجوا هربوا جراو علينا كاملين القسم من بعد ملي ما كاين لا عافيه لا والو بداو شكون اللي دار داك الشيء بداو كيقولوا شكون هذوك الثلاثه اللي كانوا تما حداها حسنا ساره هذا ولصقتها في واحد البنت الله يسمح ليا وخرجت عينيا وتاقوا باللي هي قسما بالله وهاد السيده عرفات بان انت وعرفت من بعد بانك انت سبيتيها فيها عرفاتها وهي حتى هي كتضحك حنا كنا صغار ساره الله يسمح ليا منك واحد القضيه اللي بزاف الناس داروها انك تسلت في الطوبيس ولا في التران وشحال درتها وشحال درتها ماشي مره نقول لك انا عندي قصه مع هاد السليت حيت واحد لا بيريود كانت ماما كتضطر تجي لعند جداتي لشي اسباب هاد وانا كنت كنبقى في اسفي مع بابا وديك الوقيته كيعطيني 5 دراهم كيقول لي باش تاخذي 7 دراهم ولا 10 دراهم ما عقلتش المهم بصراحه ما عقلتش واش 5 دراهم ولا 10 دراهم المهم باش نمشي في الطاكسي ولا فهذا باش نمشي لعند عمتي ملي نخرج من المدرسه نمشي لعند عمتي حيت ماما ما كايناش في الدار فانا كنت كنشد هذيك الفلوس وكنمشي في الطوبيس وكنسلت باش كنوقف ملي كيحطني الطوبيس كيحطني قدام واحد المحلابه باش كنشري الريب وميلفي وواحد العيبه سيجار ديال الشوكولات عرفتي باش كيبقى ليا باش نشريه دابا سلتي حصلتي ولا ما حصلتي لا ما عمرني ما حصلت كيحصلوا الدراري مسكن ما عمرني ما حصلت انا كنت كنحصل واش انا غير انا كبيره يا ربي تسمح لي ياك يا ربي تسمح لك انا كبيره وكنت كنقرا في المعهد في الرباط وكنت كل جمعه في العشيه خاصني نهبط للسطات ونهار الاثنين في الصباح نرجع للمعهد نقرا وعرفتي كتجيني كنت عاقله على 60 درهم كنخلص في الطخان باش نمشي و 60 درهم باش نجي كتجيني بزاف كنقولها في 60 درهم شنو غدير لي كنقول ما نخلصهاش وكنقول المهم كنكون شاداها وكنطلع في الطخان كنقولي لا حصلت غادي نخلص خصني نزيد واحد 10 درهم يا ربحه يا ذبحه وشحال من مره حصلت وكنقول لا داك كونترولور انا راه غير كنقرا كنبتل عليه شويه كيقول لي يلاه سيري وما تعاوديش اليوم اكتشفنا بزاف حوايج سليتيات وحق الله ومازال غنكتشفوا حوايجات اخرين وغادي نستعن هذه المره بمسيو لابريكاك باش يعطينا شي اشياء جديده اللي ما كنعرفوهاش عليكم ويلي نشوفوا لو بورتري ديال مسيو لابريكاك اوف هاد الدوسي بزز باش لقيتو مالو كان موضر وديال من الشاف جوج ممثلات حارات هزوا المسؤوليه هما صغار حسنا مومني ومريم باكوش ممثلات زوينات اي زوينات حسنا المومني من صغرها وهي كتقلب على الدرهم كتقرا وتخدم كتخدم باش تشري الادوات والحوايج وعارفه بحق الزمان ومريم باكوش حتى هي بحالها من صغرها وهي كتقلب على الدرهم كتقرا وتخدم خدمات اوتيس داكي فريستو حيت كانت بعيده على دارهم شتي هاد جوج محيريني ما كيتكلموش ساكتين على خزيت ظريفه الشاف ولكن اللي حكى عليهم يلقاهم مريم باكوش غتشوف فيك تبدا تقرب لعصا اياه ملامحها كتبين باللي قاصحه ولكن حنينه وظريفه وحسناء غدور وتقول لهم عاجبها ولد صفيه استاذه جيب لي الدوسي ديال هاد ولد صفيه الشاف هذا راه مسلسل ومثلات فيه وعجبها بزاف دماغك كيدور بزاف الشاف ماشي بحال مريم باكوش تقدر ما يديهاش النعاس غير حيت فكرات بلي صنداره كانت موضره ليها وتنوض الليل كامل وهي كتقلب عليها وقيل انت اللي كتقلب عليها انا كنقلب غير على العلاقه اللي كتجمع ما بيناتهم وبقى تقلب الشاف اما رشيد راه لقاها وداكشي علاش جابهم الان غادي نسولكم على شي اشياء تقول لي فقط متفقين ولا ما متفقينش بلا ما نعلقوا بلا ما تعلقوا بلا ما تعلقوا كنظن نعلقوا كنعلقوا المقوله اللي كتقول الفن ما كيوكلش طرف الخبز متفقين ولا ما متفقينش متفق متفقين خصني نقول يا متفقين يا متفقينش متفقين متفقين متفقينش بزاف ديال الاحيان المعرفه كتسبق الموهبه متفقين متفقينش بان ازمه الابداع في المغرب هي ازمه سيناريو
متفق. ما متفقاش. الان غادي نسولكم على شي اشياء تقول لي مع ولا ضد. اوكي. مع ولا ضد ان الزوج ديالك يتدخل في اختيار الادوار ديالك؟ ضد. ضد. مع النقاش. نقبل باي دور الا كنت في ضائقه ماليه ومحتاج للفلوس. انا غادي نكون صريحه معك، انا فات لي قبلت دور ماشي لانني كنت في ضائقه ماليه، ولكن لانني كانت ما تعرضوش عليا ادوار يعني لواحد المده، وكنت باغيه نرجع. هذا كان غلط درته، كنت باغيه زعما ندير شي حاجه، وتعرض عليا واحد العمل اللي ما كانش يعني كنت نستحق مساحه اكثر وقبلته، ولو رجع بيا الزمن ما نقبلوش. مع ولا ضد المخرج يتصل بك في اخر لحظه باش تعوضي ممثله اخرى؟ هاد القضيه وقعت؟ وقعت، ونيت نهضر على هذا الموضوع لانه مهم. مثلا كيعيطوا الممثله اخرى، هذا لا يقلل من مستواها، غير احنا كنخدموا بلي بروفيل. مثلا واحد المخرج بان ليه واحد الشخصيه غتمثلها واحد الممثله معينه، صافي دير با بان راه الممثلات الاخرين عيانين وماشي في المستوى، ولكن قدر الله وهذيك الممثله ما كايناش، اولا عندها ظرف طارئ، اولا جاتها شي حاجه، غادي يتم تعويضها بممثله اخرى. هذا لا ما كيهبطش من مستواها ومن قيمتها، بالعكس وقع ظرف اللي هذيك الممثله انسحبت وما بقاتش، وقع عليها شي مشكل وجات عوضتها وحده اخرى. انت حسنا يعني خريجه ديال المعهد العالي في المسرح والتنشيط الثقافي اللي زاداك، بعض الاحيان هاد الخريجين ديال هاد المعهد كيكون عندهم موقف من الممثلات اللي كيجيو من بلايص اخرين، انت عارفه علاش كنهضر. واش انت عندك موقف من هادشي هذا؟ عندي موقف. علاش؟ لانني عندي غيره على هذا الميدان. عندي موقف لان في بعض الاحيان ملي كنطيح مع ممثل اللي كبير، بحال غادي نعطي دائما ليكزومبل بالسعديه لاديب، وكنت كيفاش كنلعب انا وياه، وكيفاش كطلع على سيكونس، وكيفاش كتشوف ليكيب عاجبها الحال، وعاد كيخرج لعند الجمهور وكيكتشفوا كيعجبوا. ومع ملي كتكون كتلعب انت كتجر وكتعطي كل ما عندك، وبحال شي واحد كتعطيه البالون كيلوحوا لك ما كيشدوش، فهمتي؟ لان الميدان ديالنا بحال الكره، خاص انت تعطيني الكره وانا نردها لك، وانت غادي تنماركي. عندنا حنا في هذا الميدان قسم كيف الكره، عندهم المحترفين وعندهم قسم الهوات. عندنا قسم الهوات في هذا الميدان. شوف هو رشيد، هو التكوين الاكاديمي كما قلتي، هو بعدا كيعاونك انك ماشي غير كتوقف وكتحفظ داكشي وكتقولو، كاين اللي كيكون عندك واحد شويه الموهبه، كتعرف تخدم بطريقه احترافيه مع ليكيب، كيفاش توقف قدام الكاميرا، كيفاش تتعامل مع الميكرو ديالك، كيفاش تتعامل مع الاكسسوار. انت شنو التكوين اللي درتي مريم؟ قلنا درتي تكوين في جوستومون. انا دابا اللي بغيت نوصل لك هو ان التكوين ماشي ضروري نكون خريج المعهد العالي للتنشيط الثقافي ولا الفن المسرحي والتنشيط الثقافي. كاين المعاهد، انا خريجه ديال الكونسيرفاتوار ناسيونال دار دراماتيك، ودرت بزاف ديال لي ستاج داخل وخارج المغرب. التكوين ماشي ضروري زعما تكون جاي من هذه البلاصه، التكوين خصك تخدم على راسك ودير لا ريسيرش، ودابا الحمد لله كاين انترنت، كاين دي فورماسيون اون لين، كاين بزاف د الحوايج اللي تخليك تخدم على راسك، وخا تولي انت محترف مازال تقدر تبقى تخدم على راسك وتمشي ودير دي فورماسيون. اوكي. من لي زيكزيرسيس اللي كنشوفوهم في المسرح، لو جو ميم، غادي نخليكم في هذه الفقره تعيشوا، ديروا لو جو ميم وتحاولوا توصلوا بعدياتكم دي زوبجي غير بالحركات وبالجيستيوال ديالكم، وبيان سور بالميميك. اوكي اوكي. مشيو مريم باكوش وحسنا مومني في الميم بعد الفاصل. شينوا شينوا شنو هي اليوغا؟ شنو هي هادي عاودي؟ Thank you.
هادو ديور إفران شنو؟ هو شوف ما أنا باش نسهل عليك من المآثر. ها؟ من المآثر لي بيراميد. على سلامتنا على سلامتنا. كندير لك الفراعنه كندير لك هكا. شنو هذا؟ هذا بعدا انا براسي ما عرفتش. شوف شنو هذا؟ شوف كيفاش غتشرحي ليها؟ شي حد لابس شي حاجه في راسو. انت ما عرفتيش. لابس في راسو. بلاتي. شوفي. حلوه. دلاحة لابسة دلاحة. برافو لابسة دلاحة. لا تشد فيك. شوفي شوفي بعدا شنو هو دابا داك لابسة دلاحة. ماكلة. كيفاش نقولها لها؟ خبزة. ها؟ لوبيا. لا. في الحديد. العدس. شوفي ماكينة الخياطة. شنو هذا انسان؟ قولي. كرة. حارس. حارس المنتخب بونو. بونو. قولوا 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 ونبنت لكم عذري. يلا شوفي البي. خبز. ماكلة. صغيرة. شفنج. صغير. خرينجو. تشورو. 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 يلا قولي راك يلا والده. شوفي شوفي كسكسو. برما. البرما. ها
كيضرب العقرب. كي غديري لها هذه؟ كي غديري لها؟ ماكلة ماكلة اها جلبانة. عود القفز على الحواجز. شو شو رشيد شو شو الله الله عجبتوني في هذا الوجود ميم. ولكن ملي عرفتي خرينكو ما عندكش خرينكو. هذه كنت كي غنقول لها خرينكو. اش كتقولوا لي عندكم تما؟ خرينكو خرينكو خرينكو. كاين شي من تشرو يمكن في الشمال ياك؟ تشرو في الشمال لان ماشي انا اللي غنسولكم، غنخلي الاعمال اللي قدمتو هي اللي تسولكم. اوكي نبداو؟ نبداو. الدنيا دواره هذا عمل قدمتيه حسناء، واش حسيتي في شي وقت من الاوقات بان الدنيا دارت عليك؟ واش حسيتي في شي وقت هذا الاحساس هذا؟ انا دائما كنقولها ونعاود نقولها، انا حسيت بالدنيا دارت بيا ملي فقدت الاب ديالي الله يرحمه في هذا النهار، لان الاب دائما كيكون سند وركيزه ديال الدار، خصوصا بالنسبه للبنت. وانا فقدت الاب ديالي وانا كنت مازال محتاجه ليه، كنت مازال صغيره، مازال كنقرا، مازال، وخصوصا حسيت بهذا الفراغ ديالو ملي وليت ام، وما كرهتش انه يكون معايا في دوك اللحظات. ولكن الله فوق من كل شيء، امين يا ربي. دونك ما الله يرحمه، انا هذه الوقيته اللي كنحس الدنيا دارت بيا، ودارت بيا مؤخرا عاوتاني فاش كنت ولدت ويونس كان سافر ما كانش معايا. يلا دوزت واحد 5 جوغ ويونس كان عنده طغناج. يونس رقاب اللي هو الزوج ديالك، اللي هو الزوج ديالي، اللي طبعا كنحيوه من هنا، اللي كنقدم ليه التحيه من هنا. كان عنده طغناج وما كانش يقدر يقول لا، لان لو كان قال لا غادي تسمى اناني وانا نتسمى انانيه الا قلنا لا، لان انا ما خدمتش العام كامل لانني كنت حامل، وهو ما خدمش العام كامل، وانا كنت غنولد جوست افون رمضان، شويه الوقت قبل من رمضان. دونك ومشى، كان عندي يلاه 5 ايام وبنتي كانت كتبكي لي بزاف الليل، وانا كيسحب ليا مريضه وبديت كنهزها وكنمشي كنجري بها لعند لي بيدياتر وعند الطبه. كل مره كنمشي كل مره كنمشي كيشوفها بيدياتر واحد ثاني مره اخرى. من بعد خرجوا لي دي زاناليز اللي باش نديرهم ليها، وقالت لي البيدياتر افيكتيفمون لي زاناليز خرجوا بوزيتيف، راه عندها انفيكسيون ايرونير وخاصها اوسبيتاليزا 10 ايام. وديك الساعه انا ما عرفتش شنو، بحال الا شي حاجه، شي احساس ما عمري في حياتي ما حسيته، ودارت بيا الدنيا تما. الحمد لله فينا ما لقيت ما كاين حتى شي حاجه، غير هذاك لابوغاتوار اللي درت فيه لي زاناليز كانوا غالطين، وبنتي ما كان عندها والو غير لي كوليك، وبحال كاع الوليدات الصغار. والله يحفظ لكاع الموات وليداتهم ويخليهم ليهم. نعم. مريم باكوش درتي عمل سميتو لبس قدك. واش انتي هذا مثال تنقولوا لبس قدك يواتيك؟ لبس قدك يواتيك فعلا. وايضا هي في احاله على الناس اللي يمكن كتهتم بالمظهر اكثر من الجوهر. الجوهر اكزاكتومون. واش عمرك اضطريتي تلبسي شي حاجه ماشي قدك؟ لا هذه شي حاجه اللي كتدخل في التربيه، والحمد لله يعني انا بنت شاب، يعني بنت اسره متوسطه، بنت رجل تعليم، فيعني اكيد ما كانوش عندنا
بزاف ديال يعني اكيد ما كانوش عندي بزاف ديال لي مويان، كنت كنبغي بزاف الحوايج وما كنقدرش نوصل ليهم، ولكن كاينه التربيه ديال جوستمون هاد المقوله ديال البس قدك يواتيك. تعلمت انني نطمح ونبغي نبغي نوصل لواحد الحاجه، ماشي عيب يعني الواحد يكون عنده طموح ويبغي يوصل، ولكن ماشي بطرق ما مزياناش، ماشي على حساب الاخرين، ودرجه قطره بقطره كيحمل الوعدو. اونتر بارونتيز رشيد، هذا الفيلم البس قدك هو سون ادابتاسيون ديال لا بارور ديال غاي دو موباسون، ودارت على ادابتات على ماروكان، يعني كانت كتبته المخرجه السيناريست بشرى مالك ومن اخراج امين منى، يعني هم الاعمال اللي درتهم شحال هادي، ودرت من مرهم بزاف الاعمال، ولكن بقات مترسخه عند المغاربه لحد انني مازال باقا لحد الان في الزنقه تيقولوا لي الناس مولات الكولي، وهذا الشيء كيعني ان الرساله وصلت، لان بزاف النساء كنتلاقاهم في الزنقه تيقول لي حتى انا وقع لي هكا، يعني تسلفت واحد الحاجه اللي انايا ماشي في استطاعتي، وتسلفتها باش نبان في واحد المستوى اكبر، وضاعت ليا، وفي الاخر لقيت راسي كنخلص شي حاجه اللي انا ما قاداش عليها ولا. فهذه شي حاجه اللي كتوقع في المجتمع، ومن الاحسن الواحد جوستمون يلبس قدو يواتيه. نهار تقدر على واحد الحاجه وتستحقها، ديك الساعه تقدر تتمتع بها. قرعه امريكان هو فيلم سينمائي كوميدي اللي كيتكلم على الهجره والحلم بالهجره الأمريكا. واش عمرك كان عندك هذا الهاجس ولا هذا الطموح انك تمشي تهاجري لبلد اخر؟ فكرتي شي وقت قدي هادشي شحال هادي ولا مؤخرا؟ فكرت شحال هادي، وهاد الوقيته عاوتاني حاليا كتراودني هاد الفكره بزاف. ما غاديش ندخل بزاف في الحيتيات، ولكن كتراودني هاد الفكره ديال الهجره. غادي نكملوا لو شو ديالنا، وغادي نمشيو نشوفوا الفقره ديال الجوكر. غير المميز والمختلف في هذه الفقره هذه المره هو انكم غتسولوا بعضياتكم. رجعنا لكم مشاهدينا مره اخرى، حسنا ممني ومريم باكوش، فقره الجوكر. لا بخلاف، واش ممكن تكشفي على اسباب الخلاف؟ صحيح، كانت واحد الممثله اللي جات واعتبرتها صديقة وخليتها تدخل حياتي أنا وصديقة أخرى، واكتشفنا باللي هي كتكذب بزاف، وكتختارع قصص، وكتأول، وكدير شي حوايج اللي ما مزيانينش بزاف، وما بقاش فيها الحال لأنها مشات من حياتي. وهذه كانت درس بالنسبة لي، لانه دخلت لداري ونعست في فراشي وامنتها على بزاف ديال الحوايج، ولكن ما كانتش اهل الثقه واهل الامان. بقي لحسن عرفت كلام من كتهضري، ووقع لي لا ميم شوز مع لا ميم بيرسون، وبزاف الناس غادي يكونوا وقع لهم بزاف ديال الناس، سي با غراف. مريم، واش صحيح ان انفصال والديك خلق لك ازمه في الطفوله ديالك؟ السؤال خلق لي ازمه وي، مي قواني بزاف. انا والديا كانوا طلقوا المده ديال 4 سنين. غير باش نوضح، انا والديا دابا راه مع بعضياتهم الحمد لله، وعايشين غير بجويجات، وكل شيء الحمد لله مزيان. مي واحد الوقت كان خلاف، وانا كنت في سن يعني في سن مراهقه، كنت كنقرا في الكوليج، وكان بابا استاذ ديال التربيه البدنيه، وكان كيقري في نفس الكوليج اللي انا كنقرا فيه. فانا يعني في الاولى اعدادي وفي اوج المراهقه، وكتسمع كيقولوا لك يعني كاع التلاميذ الاخرين تيقولوا لك علاش ملي كتخرجوا انت كتمشي من جهه وبابا كيمشي من جهه، ما كتمشوش بجوجكم يعني في الطريق. وهذا كان يعني خلق لي واحد الوقت خلق لي ازمه، ولكن سبحان الله نوخا كنت بعقلي، حيت كنت كنقول ما خصنيش نكون انانيه، يعني الى والديا ما تفهموش هذا الشيء كيقدر، يعني كنت واخا
كان عندي واحد شويه ديال العقل وما كنتش كنبغي نكون انانيه وكنقول هما ما متفاهموش يعني ماشي مانيش نفرض عليهم انهم يعيشوا مع بعضياتهم غير مجرد لان الناس غيقولوا عليا والديا مطلقين. ودايوغ هذا ميساج بغيت نوصلو للوليدات اللي ولا المراهقين الى وليداتكم الى والديكم مطلقين راه غادي نشوف الكاميرا ديالي اسمحوا لي الكاميرا وهذا ميساج بغيت نوصلو يعني للوليدات ولا المراهقين اللي وليداتهم مطلقين. الطلاق راه ماشي عيب, ربي حلل الزواج وربي حلل الطلاق اللي هو ابغض الحلال, ولكن في بعض الحالات كيكون يعني من الاحسن نعرفوا الا ما عرفناش ننجحوا زواج من الاحسن نعرفوا ننجحوا طلاق, ومن الاحسن ان جو بريفير ان الوالدين يكونوا مطلقين ولكن الوليدات يعني كيعيشوا مزيان مع باهم وكياخذوا حقهم من باهم وحقهم من امهم على انهم يكونوا عايشين في دار وحده. والوليدات كيشوفوا شي حوايج ماشي زوينين لانهم يكبروا فيهم ولا يعيشوا فيهم, ولا ربي كان محلل يعني كان مكتب ان دوك الجوج غاديين يرجعوا في لوكا ديال الوالديه راه غاديين يرجعوا, ما كانش مكتب, راه ماشي نهايه الكون. صح شنو ردك على ملي كيتقال ان يونس الرقاب كيوزع عليك ادوار البطوله فقط لانك الزوجه ديالو؟ اولا يونس الرقاب هو الزوج ديالي, انا يا ممثله, نهار اللي تلقى بي لقاني ممثله, تلاقينا في الدومين, ممثله مكونه خريجه المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي. راجلي سيفغي انه هو من المعجبين بي كممثله, من اول الداعمين, من اول من تاق بالموهبه ديالي وبالامكانيات وبالقدرات اللي عندي كممثله, ودائما كيعاونني في هذه القضيه. ففاش كتاح ليه فرصه ديال ان يكون هو داير اخراج ديال شي عمل ماشي حيت زوجه ديالو, بل حيت كيشوف في هذيك الممثله اللي غنقدر نادي ليه داك الدور. وانا ممثله قبل ما نكون مزوجه براجلي, وضيغ ماشي ما كنخدمش معاه بزاف لان جل الاعمال والاغلبيه ديال الاعمال كانوا مع مخرجين اخرين سواء في السينما سواء في المسرح او لا في التلفزيون. وماشي عيب مادام كما مادام انك مكونه أكيد. فإلا كان الدور ديالك واخا يكون زوج ديالك انا احرب بهذاك الدور اكزاكتومون يعني ماشي شي حاجه اللي عيب. غنعطيك تقراي هذا السؤال ومهم غنجاوب بطريقتي. مريم, واش صحيح انك عشتي فتره اكتئاب كان صعيب لك تخرجي منها؟ شوفي الاكتئاب كنظن بلي ماشي المغاربه يعني ما كاينش شي واحد ما داش مرحله ديال الاكتئاب في حياته. فانا كبزاف ديال الناس دست بالاكتئاب, وكما كنقول راه الاكتئاب ماشي مرض كيداوى وكيمشي. الاكتئاب واحد يعني هو واحد المرض اللي كيمشي وكيجي على حسب يعني شنو كتعيش في حياتك انت في واحد الفتره معينه. فانا مريت باكتئاب ومازال كيدوزوا عليا فترات اللي كندوز فيهم باكتئاب. يعني كما كنقول راه الاكتئاب واحد المرض ما تيداواش. علاش دائما كنقول انا ان من الاحسن الواحد يحاول ما يدخلش راسه في دوامه الاكتئاب من الاول, لان الا مشيتي حتى تحتي فيها يعني على الاقل يعني اي ديكلونشور كيوقع لك راك كطيح في اكتئاب, كتولي يعني عندك ديك القابليه انك تطيح راسك في لا ديبرسيون. ف وي عانيت من اكتئاب, وربما انا دابا وليت اقوى يعني ربما كنعرف نجيري احسن, كنعرف كيفاش نتحكم يعني في الفترات اللي كندوز فيها من يعني في الفترات اللي كندوز بها من مراحل صعيبه, كنعرف كيفاش نحاول نجيري الاكتئاب ديالي وكيفاش نقدر نخرج راسي من الاكتئاب. حيت شوف تقدر تاخذ الدواء, تقدر تمشي عند البسيكولوج اللي ماشي هي عيب, جوستومون اي واحد كيحس براسو ماشي مزيان راه ماشي عيب يمشي يشوف يعني اصحاب الاختصاص, يا كوتش يا بسيكولوج يا بسيكياتر على حسب الحاله ديالك. الا اضطريتي تاخذ ادويه راه غادي تاخذ ادويه, واخا انا ما كننصحش بهم بزاف زعما الا ما كانش ليطا غراف, ولكن راه ما كاينش اللي كيخرجك من الاكتئاب قد راسك, وقد انك تخلي راسك اونطوغي بناس اللي مزيانين, الناس اللي غيعاونوك يخرجوك من داكشي اللي انت فيه, ماشي غاديين يزيدوا عليك.
واش صحيح ان ادائك لاحدى الشخصيات خلى دار مشكل غيره مع احدى الممثلات اللي تسبوا عليها اللي تسبوا من وراها بزاف المشاكل؟ صحيح مالوغوزمون كاينين بعض الناس اللي فاش كيحسوا بالضعف كيحاولوا يخلقوا الاخر مشكل، وهذا هو كان مشكلة ديالي في واحد العمل من الاعمال اللي كنت قمت بها، وبزاف د الناس بداو كيجيو وحنا باقي لي العمل كاع ما خرج، وشخصيتي تارت الانتباه ديال الناس ديال التكنيسيان اللي خدامين والناس اللي ورا الكاميرا. وواحد الممثله حست بهذا الشيء وخلقات لي مشاكل مع ناس اخرين، حاولت تخلق مشاكل مع لا برودكسيون، ولكن انا كنآمن بان الارزاق بيد الله، وبان اي واحد كانت عنده طاقه وعنده زعما عنده قدره كبيره الله غادي ييسر ليه وغادي يسهل عليه. ومن طبيعه الحال هذيك لا بيرسون انا متاكده بانها غتكون ندمات على داك الشيء اللي دارت، وانا ما كنعاتبهاش وما كنأنبهاش، لان الغيره بعض الاحيان هي اللي كتخلي الانسان انه يدير هذا الشيء، والضعف بحال اللي قلت لك قبيله هو اللي كيخلي الانسان ما يكونش واثق من نفسه ويخليه انه يخلق للاخر مشاكل. و كنقول لها الله يهديك وعلمتني درس كبير فداك العمل وفداك التصوير، تعلمت بزاف ديال الدروس اللي نفعوني في اعمال اخرى، وهذا ما كان. انا خد جوكر، ولكن شفونس مبقى عندي حتى شي سؤال. هو هذا اللي غتاخدي عليه الجوكر، دونك غناخد جوكر. اوكي ما غاديش نجاوب على هذا السؤال، ما غنجاوبش عليه، لان هذا الشيء اللي كاين في هذه الورقه وقع شحال هادي وانا تجاوزته، وحتى لا بيرسون اللي يعني تكلم اللي متكلم عنها في هاد الورقه، يعني زال الخلاف بيناتنا وما بقاش داكشي اللي كان، فما بغيتش صافي ما بغيتش نعاود نهضر على هاد الشيء، صفحه جديده، ودونك جو بريفير ما نجاوبش. احسن. شكرا مريم، شكرا حسنة، كنشكركم بزاف لانكم خليتوني نرتاح في هاد الفقره هذه. غادي نشوفوا اخر فقره في البرنامج مع مريم وحسنة، فقره الميكسور بعد الفاصل. مريم باكوش وحسنة مؤمنية، فقرة الميكسور العصير. كيفاش بكم العصير؟ قالوا لي انتم كتحما خو العصير. انا باغي نرفيسه، حنا نفسات اش من عصير؟ وجايب لينا الخوخ ما خصناش ناكلوه. المشمش هذا ما خصناش ناكلوه. كيتلف لي الخوخ مع المشمش هذا لي اورانج، مشمش ما خصناش ناكلوه. انا صراحه بالظروف اللي كتعيشوها دابا ويلا ولدتو تبارك الله، خصني نتهلا فيكم نعطيكم عصير مزيان. اذا خصكم نجاوب على الأسئلة باش ما نشربوش. أنا في الأصل منين جيت كان عندي واحد التحدي، هو أنني نجاوب على كاع لي كيستيون اللي كانوا في جوكير وفي الميكسور. وأنا كنتحداك. صافي. أنت كتحديني. صافي، نتمنى تربحي التحدي. إن شاء الله. مريم أنت تجاوب على كاع الأسئلة ولا عندك تحفظ؟ أنا زعما معروف عليا صراحة وكنجاوب على كل شيء الأسئلة، إلا لا كانت شي حاجة فيها تجريح لشي حد ولا هذا. إن شاء الله ما يكون تجريح، لا بالعكس، حنا كنجرحوا هنا بالعكس. صافي مالتي نو. حنا ظريفين. مال التجريح مالو؟ مال واخا غادي نسولكم، العصير تبغيو ديروا بالحليب ولا بالليمون؟ بالليمون. أنا كيعجبني النيمون. حيت أنتم قلتوا لي غتجاوبوا على كاع الأسئلة، أش ما نديروش بالحليب باش نصعبوا التحدي؟ اللي بغيتي. علاش الحليب زعما ما كيجيش معاه كل شيء؟ ايوا الحليب والبصله. واخا لا ما كاين مشكل، نديرو بالليمون. ديرو بالليمون؟ دير بالليمون. يلا. الا حشمنا. حسنة مؤمنية. السؤال كيقول اشتغلتي مع مجموعة من المخرجين. قولي في نظرك شكون أفضل المخرج في هاد جوج الأسماء اللي غنعطيك؟ واش محمد نصرات؟ ولا الزوج ديالك؟ يوسف الركاب. شكون الافضل؟ زوجي قرة عينك. لا الافضل زعما في الشغال، افضل في التعامل وفي الاحترافيه.
قالت لي غنجاوب عليك على الاسئله. قالت ولا ما قالتها؟ تحدثني ولا ما تحدثنيش؟ حطيتيني في مأزق. نمشي من قبيله وانت كتقولي غنجاوب على كلشي الاسئله. يلا تلقاي. حطيتي لي جوج الاختيارات اللي راه هذا اسهل سؤال في هذو اللي جايين. لا هذو جوج المخرجين اللي بجوجهم وكن لهم الاحترام والود ومخرجين بجوجهم اكفاء وعندهم طاقه كبيره. نعم. وبجوجهم من مخرجين اللي متمكنين من قسما بالله من وسائل الشغال ديالهم زعما لا تكنيك ضابطينها لا مانيير كيفاش كيتعاملوا مع الممثلين بجوجهم واعرين. تحية اليوم. وأنا أوافقك الرأي. جاوبي ولا يختلف اثنان على ما قلت يا أستاذة. نعم. ولكن أنتظر منك جوابا. وجوابي أنا أختاره من الاثنين. لا يا صديقتي. يجب أن تعطيني جوابا واحدا. أيوة واحدا. والا ستاكلين الفلفل. اجي دابا بلاتي دابا هذا دابا واخا هي ما تجاوبش انا حتى نختار يونس رقاب. يونس رقاب اللي هو الزوج ديالك. بلاتي عافاك واحد السؤال دابا هي الا ما جاوباتش انا خصني نخلص على هذا الشيء ونشربوا من نفس من نفس الكاس. نعم صح. من نفس الكاس. نعم اختي على ما جاوباتش نشرب انا بلاتي ما جاوباش. لا جاوبي عافاك انا مزوقه جاوبي ما فيها ما يشرب. يلا انا تحدوني وربحوني في التحدي. لا تصير وزيرة وزراء اخرى. تماما ولكن انا نتمنى تحدوني. جوج ميكسورات. يلا اذا الجواب ديالك هو يونس رقاب الزوج ديالك. هو احسن واحد. لا ماشي احسن واحد وانا دابا جاوبتك دابا منين بقى لي الشوا غنختار الزوج ديالي اللي هي مساله طبيعيه. كاين بزاف ديال المحابات هنا وبزاف ديال المحابات. حيت الزوج ديالك حيت الزوج ديالك شكرتي مريم باكوش في الحلقه ديال اليوم تكلمتي على علاقتك بواحد الممثله واللي هي كيف ذكرتي ممثله معروفه شاركتي معها في احدى الاعمال واللي قلتي بالحرف بانها التعامل ديالها كان غير راقي وما تعاملاتش معك مزيان وانت كنتي في البدايات ديالك. واش اليوم عندك الجرأة تكشفي على الاسم ديالها في هذه الفقره الجوكر؟ لا ما عنديش الجرأة نكشف الاسم ديالها تو سامبلومون. نقول لك علاش؟ لان هذا الشيء وقع شحال هذه وهاد السيده اعتذرت وتم الصلح بيناتنا واشتغلنا في عمل واحد اخر. ف الاسم ديالها ما تقوليش الا تم الان تم الصلح ممكن تقولي الاسم. ما بغيتش الصراحه ما بغيتش كيفاش غنقولها ما بغيتش نتسمى بحال كندير البيوز راه ظهر شي حد فهمتي صافي. اذا اذا ما غتجاوبيش ما كنتمش. ولكن علاش انا اللي نعم. جاوبت وهي غادي دير لي نشربوا حنا في الاخر هذا انا ما شغليش. هادشي ماشي برك اي وحده خاصكم تتفقوا بعضياتكم لان انا مشغول. تكون معايا شجاعه والله حتى حاولت ولكن ما يمكنليش غنقولها لك انا شكون هي. واخا ممكن تقوليها. اها انا نعطيك هذا الجوكر فانك الا بغيتي تهربي من شي حاجه وتجاوبي بلاصه ولكن تكون الجواب حقيقي. وي ما عرفاش. اوكي وي انت ما عرفاش. شكون غتكون شكون؟ عطيني اسم مخرج ما تبغيش تشتغلي معاه. انت مالك اخويا تحلفتي عليا اليوم. اسم مخرج ما نبغيش نشتغل معاه. غادي نظلم شي واحد الا قلت شي اسم. ما كاينش صافي الا ما كاينش بدلك السؤال. بدلي لانهم كاع اللي خدمت معاهم دابا حاليا. اعطيني اسم ممثل وممثله ما تبغيش تخدمي معاه. ناري ما بانش لي. ما عندك حتى شي مشكل مع حتى شي ممثل ولا ممثله؟ لا ما عندك حتى شي خلاف؟ لا عندي خلاف ولكن زعما ما نبغيش نشتغل مع كوثر تيسيا. كوثر تيسيا اوكي ممكن تقول لنا السبب ولا لا؟ ما لا داعي. لا داعي واخا لا ما كاين بس ولكن انا غنبقى نجاوب بصراحه وبشجاعه والاستاذه كتخوى كتعطيني في البصله و... لا لا صافي غنجاوب يلا يا ربي السلامه. ثقه فينا وجه الله. شوف قصح معاها بحال اللي تقصح معاها. شحال كان الاجر ديالك في عمل لبس قدك؟
عمل لبس قدك ديجا هو عمل اللي كان تصور يعني من المدة هذه في البدايات ديالي، وكانت يعني من الأعمال الأولى اللي تعطتني فيها دور البطولة. فأنا ما كنتش كان نقلب على الكاش قد ما كنت كنقدر كنقلب على الفرصة، وتحت لي فرصة اللي يعني كانت كنت باقا نعقل بشرى مالك كانت لقاتني في لافون بروميير ديال فيلم ذئاب لا تنام وعجبتها في الأداء ديالي، وقالت لي غنكتب فيلم ليك وتكتب ليا. فانا في ديك الوقيته يعني هذا في حد ذاته كان شرف، فما كنتش كنفكر في الكاشي قد ما كنت كنفكر في الاضافه الفنيه. على ما كنظن 25,000 درهم. 25,000 درهم. اوكي راه قالت على ما تظن. اذا لا انا عقلت هكا 25,000 درهم. سؤال الحسنة مومني، شنو هو اضعف عمل قدمه الزوج ديالك كمخرج من بين الاعمال كلها؟ ما كنظنش عنده شي عمل ضعيف والله العظيم، لان الاعمال ديالو تبارك الله كلها كانت في المستوى. من ولد صفية، من تورية، من اعمال كثيره كتكلم عليه. بالمناسبه كاين فيلم جديد 404.01 حتى هو فيلم سينمائي اللي حتى هو لعبه فيه البطوله. اذا ما كاين حتى شي عمل ضعيف. لا ما كاين حتى شي عمل ضعيف. وانا يسولني على راسي نجاوبك. هادشي اللي غنسولك لقيتي اللي غنقول لك الان، شنو هو اضعف عمل قدمته حسنة مومني في المسار ديالها كامل؟ بلاتي ملي كتكلم معايا على اضعف عمل، هنا كتهضر على فرقه، على ايكيب كلها اللي دارت واحد العمل. نعم تماما. او لا على الدور ديالي. حسب الراي ديالك انت، يقدر يكون ناس اخرين عندهم راي اخر، ولكن انت كتشوفي هذا اضعف عمل قدمت. ماشي الاسئله ديالنا شحال صعب. ولكن كان نقول لك اضعف عمل خدمته هو واحد الكور ميتراج ديال علي الادريسي. يمكن ماشي كنقول بانه هو ضعيف، مي انا ملي تفرجت في العمل جاني ضعيف وماشي داكشي اللي كنت كنتسنى. انا كنفرح باش كتجاوبوني. مريم باكوش، مثلتي في سلامات ابو البنات في الجزء الخامس. اوكي شكون هي الممثله اللي ما جاش معها الدور في نظرك؟ ما جاش معها الدور في ما جاش معها الدور كتشوفي ان الاداء ديالها ما كانش في المستوى في الجزء اللي كنا احنا فيه. لا ما يمكنش نقول على دم. لا شوف سلامات ابو البنات اصلا انا فجيت يعني هو كان يعني كانوا ديجا فيه الشخصيات الرئيسيه اللي بداو من تماما، ولكن يقدر يكون شي واحد ما تلخروا كل جزء يعني كانوا كيتزادوا شخصيات. طبعا يعني هو الاختيار يعني ديال انا ما كنظنش يعني اي مخرج ملي كيختار واحد ليكيب ديالها راه كيكون مقتنع بها. رايي الخاص طبعا انا غادي يكون عندي راي خاص، ولكن كنحتفظ به. اوكي تحتفظ به راسك. كنحتفظ به حيت شوف لا ماشي مشكل، هذا غير البصله. بلاتي لا ما ديرش البصله لا داك الشيء. حيت احتفظتي برايك. ولكن بلاتي لا انا هذا لانني انا جاي دابا انت سولتي السؤال انت ما الا هذه عندها الحق. الا كانت ما جاوبت على كل شيء راه ما غتشربش العصير. وهي باقا ما جاوبتش على كل شيء. مازال حنا كنتسناو، مازال عندها واحد البركه. ولكن بلاتي دابا انت سولتيني في العام في الجزء الخامس شكون اللي كان الاداء ديالها ماشي مزيان. واخا ما بغيتيش تجاوب على السؤال. بلاتي نتفكر. نقدر نعاونك. عاوني يلا. شكون تعطيها الجائزه ديال احسن اداء؟ احسن اداء في سلامات ابو البنات. نعم. خمسه. بلاتي نتفكر. في الممثلات. في الممثلات. انا. شكون؟ انا. انت؟ انا ما ديرش لي البصمه. تواضعا. تواضع. أنا شوف راه زعما شوف عند راسي راه المهم غير باش ما ناكلش غادي نمشيو ناكل البنان. يلا غادي نمشيو لاخر سؤال. حسنة مومني، إذا قلت لك عطيني ثلاثة من أسوأ الصفات اللي في شخصيتك وتبغي تحيدهم، شنو هما هاد ثلاثة الصفات؟ نقدر نقول لك كاينة صفة اللي ما بغيتهاش تبقى فيا، عصبية. واحدة زيد زعما هي ما بقيتش عصبية بحال قبل، نقصات شوية، ولكن كنتمنى زعما نكون زين أكثر من هكا. صفة ثانية أه
ممكن في بعض الاحيان كنتسرع في شي قرارات ما كيخصنيش نكون نتسرع فيهم. الصفه الثالثه انني في بعض الاحيان كنكون نيه بزاف، ما خصنيش نبقى نيه بزاف. ما خصنيش ندير هادشي. لا ما ديرش لينا المشمش. قلت فيه مشمش مزيانش لكم، اذا ما غنديروا والو. اوكي بقات لينا هذاك قضاء الفواكه بس مزيان. الى ربحتي في واحد القرعه وهاد القرعه هادي كان فيها جوج ديال التذاكر رحله لاجمل مدينه في العالم، كان خصك تختاري شخص واحد يمشي معك، غتختاري الام ديالك ولا الزوج ديالك؟ ماما، حيت راجلي يقدر يخلص علينا فواياج من بعد زعما ماشي مشكل. شنو السؤال كدير؟ ماما دابا ستي الحبايب اوكي ما فيهاش نقاش. اذا تبارك الله عليكم ودير لينا غادي نصوبوا العصير ستي الحبايب. اييه شوفي في انغريديون واحد اللي ما زوينش هو الفلفله، ولكن راه مزيان، راه فيتامين مزيان يقدر يعطي فلفله. انا هو تضامني مع الاستاذه، واخا هي ما جاوباتش ولكن باش تعرفني رجوله من الطفوله. بسم الله والله ما خايبش ما خايبش، لا حيت فيه غير الفلفله، فيه غير الفلفله، عنصر التشويق هو الفلفله. الفلفله هي الحاجه الوحيده اللي ما صافي. المهم ما يتقلقش عليك راجلك، يقول لك رشيد شو خصمنا وداك الشيء. لا لا ما غيتقلقش عليا راجلي، حيت هو الا قال كنديرو كامل باش نضحكوا. لا شوف هو الا حتى هو الا خيرتيه بيني وبين الام ديالو راه اكيد غيختار الام ديالو. كنا كنختاروا مواتنا متفقين. تحية للأمهات المغربيات كاملين صديقات عليهم. مريم باكوش حسنة ممني، كنشكركم على حضوركم معنا في الحلقة هذه، وأنا دائما كنكون سعيد خصوصا أن هذه أول مرة كتدوزوا معي في البرنامج، ومازال إن شاء الله نستقبلكم مرة أخرى. تحية لكم على أنكم فتحتوا قلبكم وتكلمتوا على أشياء لأول مرة، لأنه الفنان فاش كيجي لهنا كيبغي الجمهور يشوف الوجه الاخر ديالو ويشوف اشياء اللي ما كيعرفهاش عليه، لوطخ فاسيت ديالو. فانا كنت سعيد بتلقائي ديالكم، الروح المرحه ديالكم، وايضا الاحساس المرهف اللي عندكم. في الاخير نخلي الكلمه لكم والجمهور ديالكم. رشيد علالي شكرا لك. سيريوزمون شكرا لك رشيد على الاستضافه، وانا فرحانه انني يعني بهذا الباساج، وخصوصا هذا هو اول يعني خروج اعلامي ليا، يعني من بعد زعما فتره الحباله والولاده، وراك عارف هذاك الشيء كله ما كيكونش سهل. فاليوم جينا وفتحنا قلبنا وضحكنا وشتنا معك شويه، هذه شي حاجه زوينه. وشكرا لهذا الجمهور اللي حاضر معنا واللي بقى معنا يعني من الاول حتى الاخر، شكرا لكم بزاف. وكنبغي نوجه يعني تحيه للجمهور المغربي اللي كيبغينا وكيساندنا يعني وكيكون معنا في يعني في الزوينه وفي الخايبه. وفوالا، وكنتحي يعني تحيه لكل امهات يعني ديال العالم، بما انني يعني ام جديده وليت ام، فعرفت يعني اكثر يعني بالحق ديال الوالدين وبالحق الامهات اكثر. فالله يخليهم لينا كاملين، واللي عنده ميمته الله يخليها ليه، واللي ما عندوش الله يرحمهم، والله يرحم الاموات والاحياء منا كاملين. وكنبغيكم بزاف. شكرا لك. حسنا الكلمه لك الان. حتى انا بدوري يا رشيد كنشكرك بزاف على الدعوه ديالك والاستضافه ديالك، ودائما غادي نكون فرحانه وسعيده بالحضور ديالي معك. كنتمنى اننا نكونوا خفاف ظراف على قلوب المغاربه، ولاننا غادي ندخلوا البيوت ديالهم كنتمنى نفرحوهم ويتعاطفوا معنا في الظروف اللي كانوا خاصهم يتعاطفوا معنا. كنشكر ايضا القناه الثانيه، كنشكر الجمهور المغربي اللي كان حاضر معنا طيله هذه الحلقه، وكنشكر الناس اللي كيشاهدونا داخل أرض الوطن وخارج الوطن. شكرا لكم مرة أخرى. السلام عليكم. سلامة.